يا اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل معاكم احتفاليتنا بتتويج فريق ناشئات سله النادي الاهلي بلقب بطوله منطقه القاهره. وهتنورنا دلوقتي فاطمه محمد لاعبه النادي الاهلي لكره السله، وكمان هنا محمد. صباح الفل عليكم، منورنا ومليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. يعني بجد شغل على الارض ولعب كمان بشكل محترف اكبر من سنكم، دي مش مجامله، وانا متاكده ان انتوا سمعتوا الموضوع ده قبل كده كتير، ويمكن كابتن احمد شرح لنا برده كواليس كتيره جدا كانت بتحصل. فعلى كل حال انا لابسه دي بتاعتك صح؟ ما انا لسه كنت بقول لها يعني الاهلي واحنا واقفين مننا في بعضنا، يعني العمليه انتوا تجيبوا الميداليات احنا نلبسها يعني واحد. خلينا بقى نعرف اكتر عنكم، لان جماهير الاهلي اكيد حابين يعرفوا برضو على المستوى الشخصي. فاطمه ابدا بيكي، عرفي الناس برضو بيكي وابتديتي اصلا الباسكت امتى الرياضه دي؟ انا ابتديت وانا عندي 8 سنين، دخلت الاكاديميه بتاعت الاهلي. بدايتك في الاهلي من صغير؟ ففي كابتن احمد ابراهيم هو اللي يعني خلاني اخش الفرق وكده. كان اول كابتن مرني كابتن كريم. وانت كنت حابه الرياضه دي ولا لا؟ لان في ناس بيختاروا لهم لعبه وبعدين. لا، هو انا بابايا كان يعني كنا بنتمشى في النادي عادي، فقال لي يعني شوفي عايزه تلعبي ايه وكده، فدخلت الصاله قلت له عايزه العب باسكت وكده. اوكي حلو، يعني انت اللي اخترتيه. وما غيرتيش رايك بعد كده؟ لا. اوكي جميل. طب وانت يا هنا بدايتك مع الباسكت جت ازاي؟ انا بدات وانا عندي 9 او 10 سنين مش فاكره يعني، بس أوكي. انا اصلا يعني دخلتها انا وصاحبتي، كنا داخلين عادي يعني. بعد كده عملوا لنا اختبارات، كنت في مدارس في نادي اهلي مدينه نصر، عملوا لنا اختبارات. بعد كده قعدت بالظبط 3 شهور، بعد كده رحت بقى يعني اهلي الجزيره مع فرقه، واول كابتن يعني اتمرنت معاه كان كابتن كريم. اوكي. وخدوني في الاختبارات كان كابتن نبيل البخيت. وبرضه حبيت الباسكت من اول ما ابتديت تلعبيه بشكل احترافي يعني. ايوه. هو انتوا طولكم كام؟ معلش انا بسال السؤال ده عشان انا عايزه اعرف هل الموضوع ليه علاقه بس بالطول؟ يعني فاطمه انت كام سنتي؟ 175. اوكي. انا 176 او 77. يعني كل الفريق تقريبا فوق ال 170. يعني لا في ناس قصيره برضه. في ناس. بس انت ما شكلكيش 175. انا لسه كنت عايزه اقول مش كده برضه؟ ولا انت بتكشي مع القعده ولا وضعك ايه؟ ممكن. طيب برضو نفس السؤال اللي كنا بنساله من شويه برضو لكابتن احمد، الكواليس من وجهه نظركم انتوا، اصعب المباريات اللي اضطريتوا تخوضوها عشان في الاخر تحصلوا على الكاس الجميله دي؟ هو كان اصعب يعني ماتش كان الظهور، اللي هو احنا يا نكسبه خلاص يا اما احنا خلاص نطلع بره البطوله. فده كان بالنسبه لنا اللي هو احنا لا احنا نازلين عايزين نكسب يعني. ده بالنسبه لك وانت بالنسبه لك؟ احنا كان اهم ماتش الظهور. اوكي. هل بيبقى المباريات الثقيله زي كده بيبقى لها استعدادات مختلفه عن الماتشات العاديه؟ يعني هل استعدادكم بيبقى متوقف على مدى قوه المنافس، ولا انتوا كده كده بتمشوا على نمط معين من التدريبات؟ طبعا لازم بيبقى في استعداد نفسي وبدني وكده يعني. لا، وبيبقى في روتين طبعا، اللي احنا لازم مثلا يعني احنا في ماتشات الفاينلز دي لا احنا ما بنروحش مدرسه مثلا، يعني مثلا ما بنروحش مدرسه لا، ومثلا مواعيد نوم دي كده كده اساسيه. بس طبعا يعني طبعاً. في الماتشات دي لا، وكمان الاكل ومش عارف ايه. وكابتن كان يعني كابتن بتاع الفيتنس كابتن حسن كان لا قال لنا احنا ناكل ايه وما ناكلش ايه وكده يعني. وفي المدرسه عندك متفهمين للموضوع ده؟ طب بيعملوا لنا جوابات للمدرسه وكده. وممكن يجي له امتحانات ولا الموضوع بيبقى فعلا لطيف الموضوع ده على فكره؟ جدا. بس هل انتوا شاطرين يعني مع ده؟ هل في الدراسه شاطرين اصلا؟ الحمد لله. اهي ماشيه بس خلاص الاجابه مالك ماشيين يعني الحمد لله كويس. طيب ايه الكليات اللي عايزين تدخلوها؟ يعني انا عايزه برضو اروح لحاجه معينه عايزه افهمها. ايه حابين تدخلوا كليات ايه؟ انا عايزه ادخل بزنس. بزنس؟ انا نفسي هندسه ديكور مثلا كده. تليق عليك يا فاطمه. والله. بس افرضي جه تعارض هتبقي ده ولا ده؟ يعني دراسه الباسكت ولا الباسكت؟ تحس عشان احنا على الهوا الباسكت. لا بهزر. لا بس طب هل فكرتوا في احتراف؟ انا سالت هنا السؤال ده، هل فكروا ممكن لو جت فرصه احتراف مثلا؟ حابين اكيد اكيد. كنا برضو بنتكلم من شويه على دور الاهل في صناعه البطل او البطله، فعايزين برضو نعرف منكم انتوا الاثنين مين اكتر الناس اللي كانوا داعمين ليكم من الاهالي عندكم كاهلي يعني؟ لا، هو بابايا ومامتي، بس بابايا نسبه اكبر يعني. دايما كان شجعني ويقول لي يلا ومش عارف ايه يعني. مثلا التمرين ينزل يوصلني كل يوم، ومثلا يجي يتفرج عليا، ومثلا لو لعبت مثلا ماتش مثلا وحش ومتضايق يقول لي لا ولا يهمك ومش عارف ايه يعني. كان بيشجعني يعني، ومامتي برضو الاثنين كويس جدا. وانا برضو بابايا برضو كان بينزل يوصلني،
ويعني ايه يعني الاثنين ليهم دور يعني معايا. هو الموضوع متوقف على التوصيل بس ولا في دعم اكتر؟ انا طموحي ابعد من كده الحقيقه. لا يعني فاهم قصدي؟ يعني حاجات فيها دعم كده. اه طبعا. لا هو بيشجعونا الصراحه. لا وكمان في فتره الكورونا كان بابايا كان بينزل معايا ونتمرن ونجري يعني كل يوم كان ننزل انا وهو مثلا هو كان بيبقى بالعجله وانا اجري جنبه. يعني كان مثلا انا وهو يلا يلا هنا مثلا ننزل كل يوم ساعه ونص مثلا نجري في فتره الكورونا عشان كانت قافله فكنا مثلا نجري وكده. وعجل بقى كده بس. حلو ده. لا كويس جدا طبعا. طب غير كده انتوا المعسكرات اللايف ستايل بتاعكم بيعمل ازاي؟ يعني اوريدي الحياه لما يبقى بطل رياضي بتبقى صعبه، مع المعسكرات بقى وقبل بطوله كبيره اكيد برضو وضع بيبقى مختلف صح؟ كلنا برضو كواليس دي يعني. يعني معسكرات يعني مغلق ولا معسكرات حسب يعني مثلا معسكر يعني مثلا ماتش حضرتك قصدك المعسكرات اللي هي قبل البطوله لا قبل البطوله ده احنا كنا محضرين جامد قوي مثلا وداخلين لا احنا وتمارين حاطين في دماغنا ان احنا لازم ناخد البطوله دي حتى لو التركيز على حاجه معينه مفيش حاجه ثانيه مفيش حاجه شغلانه صح حتى لو يعني اما خسرنا اول ماتش لا احنا ما فكرناش لا ما قلنا لا احنا هنرجع البطوله ثاني ما هو ده اللي انا كنت عايزه اتكلم فيه بقى خساره اول ماتش ازاي ما اثرتش اللي هو عارفه ممكن ان هي حد ثاني يقول لك الروح نفسها كده تقل شويه فانتوا ازاي قدرتوا فعلا ده بالعكس ادت نتيجه عكس يعني ادتنا تشالنج بالنسبه لنا تشالنج اللي احنا مثلا لا احنا هنكسب حتى لو خسرنا مثلا الفرق الثانيه بتقول علينا مثلا خلاص بقى دول خسروا من الجزيره يبقى احنا نكسبهم عادي احنا بنثبت لهم ان احنا احسن يعني ايوه بالظبط اللي احنا شايفينه دي يعني شطات كده من ايوه ده ماتش النهائي بقى طبعا كده برضه حصولكم على الكاس كان ماتش قوي اكيد كان ماتش قوي التيم ما بينكم او الروح ما بينكم ايه بقى يعني الشخصيات يعني لو احنا هنتكلم عنكم انتوا الاثنين يعني مثلا فاطمه دورها ايه وهنا اللي تقول لنا لا ميسي طبعا بتفضل تشجعنا في الملعب مثلا لو حصل حاجه مثلا في الملعب ممكن مثلا واحده مثلا صغيره مثلا متوتره لا مش عارف ايه يلا ومش عارف ايه وتشجعنا في الملعب داعم يعني او مثلا لو حصل حاجه مثلا ومش عارف ايه بنت حاسه ان هي متضايقه من التمرين احنا عامه الكبار بنروح لا احنا اللي بنلم الفرقه وكده كبار يعني كلنا مش يعني التيم ما في روح حلوه دي نقطه مهمه جدا دي اهم حاجه يعني اهم حاجه في المكسب ايوه بالظبط بتتابعوا بقى الفرق البنات اللي في دول ثانيه في الدوريات القويه بتاعتهم اللي في نفس سنكم تحديدا يعني اللي في سننا يعني انتوا عارفين انتوا مثلا بتلعبوا تحت 16 مش كده برضو بتتابعوا بقى فريق 16 سنه مثلا في ولايات امريكيه يعني مثلا في الدبليو ام بي اي والام بي اي دول يعني من الاخر لا احنا بنشوف ايوه في الاخر فعلا يعني ما بنتفرجش على الصغيرين عشان ما بنشوفش يعني انا عادي بنتفرج على منتخبات كمان كبار يعني مثلا يابان كده بنتفرج على الحاجات دي برضو اوكي جميل طيب برضو فكره ان كنا برضو بنتكلم من شويه في الفقره اللي فاتت على ان في البعض من اللاعبات بيلجأوا في بعض الاحيان لتدريبات اضافيه مع مدربين تانيين على سبيل التجويد ان هم يزودوا وينموا من مهاراتهم هل لجأتوا لده انتوا الاثنين ولا ما احتجتوش ان انتوا تعملوا كده؟ احنا في فتره اكيد لجأنا يعني هو كده كده بس احنا دلوقتي لا خلاص متقفلين دلوقتي موقفين كان وقت الكورونا وبعد الكورونا برضو يعني في فترات برضو بتبقى لعيب مثلا بعد ناقصوا مثلا ناقصوا حاجه حاسس لا مثلا مش عارف ايه عايز يتحسن مهاراتي مثلا كده فكان لازم يعني نروح مع التمارين بس كنا بنواظب يعني مثلا لا احنا بنروح تمارين دي ودي بس برضو يعني تمارين البرايفت مش كل يوم يعني ايام محدده لأن يعني لان احنا فاهمين ان انتوا بتتمرنوا اصلا في النادي كل يوم تقريبا بنتمرن كل يوم وفتنس وكده على طول يعني طب والحياه بقى العاديه لما بيبقى ما فيش ضغط بطولات ماتشات يعني بتبقى بقى بتعوضوها بان انا ارجع اركز في بصراحه على الاسئله دي مذاكره ولا بنخرج يعني بنخرج حاساكي شقيه مش عارفه ليه ولا انا احساسي غلط لا انا عندي نفس الاحساس والله صحيح يعني بنخرج وبنتفسح ونبات عند بعض وبعد نروح التمرين مع كان ذاكر لا هو انتوا قرب اتنين لبعض في الفريق واحنا يعني احنا لينا يعني
جروب كده. احنا كنا اصلا 2006 بس بعد كده دخل علينا 2007 بقوا بجد بقوا اصحابنا يعني واخواتنا وكده. بس يعني احنا ك 2006 احنا كنا 2006 طبعا قريبين من بعض قوي يعني. ما حدش فيكم بيفكر يبقى مدرب بعد كده يعني يخش او يكمل الطريق ده من ناحيه ثانيه بعد ما يبقى لاعب؟ مش في دماغنا الصراحه. لا هو احنا عايزين نكمل نلعب يعني بس at a certain time خلاص يعني ممكن ده ما يحصلش. فهل انتوا حابين؟ في ناس بتقول لك انا بعد بخلص لا انا عايزه اكمل في التدريب او في التحكيم او كده. انتوا مش بتفكروا فيها؟ لا هو يعني لا انا مش شايفه غير بعد ما اخلص خالص. ممكن مثلا زي في كباتن كتير بنات مثلا اللي هم بيبقوا في يعني اداره وكده يعني مثلا زي كابتن حابب الغنام وكابتن عليا يعني في كذا كابتن. أوكي. بعد ما خلصوا خالص يعني مش ك. طب انتوا شخصيا عايزين ايه بعد ما تتخرجوا؟ يعني دخلتوا جامعات اللي انتوا عايزينها واتخرجتوا من الجامعات اللي انتوا عايزينها ناويين على ايه؟ عايزين ايه؟ لا احنا عايزين يعني عايزه اكمل الباسكت برضو بعد ما اخلص الجامعه. يعني البيزنس اللي انت حابه تدرسيه مش هياخدك من الباسكت؟ لا طبعا. وانت بالنسبه لك؟ لازم نوظف ما بين الاثنين. ايوه بجد. ايوه جميل. انتوا نورتونا وشرفتونا واسعدتونا طبعا بالبطوله وهنسعد بيكم اكتر بقى ببطوله الجمهوريه ان شاء الله. وكلنا لسه واخدين وعد حالا من كابتن ان شاء الله. ان شاء الله بطوله الجمهوريه باذن الله. طيب نروح بقى فاصل وهنرجع للفقره الاخيره زي كنا بنوه انا وكريم مع حضراتكم. هنتكلم عن يعني المنتخب مصر بس هنا ليه مرضى الشلل الدماغي، ايه القصه وحققوا ايه والكواليس دي كلها بعد الفاصل ان شاء الله.